من ضمن المميزات بتاعت الفرق الكبيره ان انت لما تبقى خسران انك ترجع، دي حاجه مش سهله. صحيح. انت النهارده بتلاعب فرقه كويسه عندها خط هجوم وعندها نص ملعب على اعلى مستوى. النهارده كانت المباراه يعني لما نتكلم في المباراه كانت بنص ملعب الفرقتين والمهاجمين باستثناء يعني ايه عندهم نص ملعب ومهاجمين على اعلى مستوى، نفس الكلام احنا عندنا نص ملعب على اعلى مستوى، بالاضافه الاطراف اللي عندنا تتكلم في زيزو ومصطفى شلبي. اي نعم ناصر منسي كان ها شويه، انما المباراه النهارده كانت مباراه كويسه. اعتقد ان الناس كلها استمتعت بيها سواء سيراميكا او نادي الزمالك، وبالذات جماهير نادي الزمالك. انا واحد من الناس شاهدت المباراه استمتعت بيها، استمتعت بالاداء. الاداء كان كويس جدا في ظل النقص العادي اللي عندك والاصابات اللي عندك والاصابات في المراكز المؤثره، بحيث ان انت بتجيب لعيب باك رايت بتلعبه باك ليفت. بيأدي عمر أدى بشكل كويس بس برضه مش على عدلته، مش اكيد مش على عدلته يعني. هو بالنسبه له تحس ان الملعب معوج. يعني مباراه مهمه، مكسب كويس في وقت كويس في ظل النقص العادي لفرقه نادي الزمالك، وبالذات للاماكن الحساسه. بتتكلم في فتوح، بتتكلم في شيكابالا، بتتكلم في سيف الجزيري. سيف طبعا مهاجم مؤثر جدا، اتمنى الفتره اللي جايه الاقيهم في موجودين في الملعب ان شاء الله يتعافوا قريب. يعني نفس الكلام انا عندي عمر جابر مش هيلعب الماتش اللي جاي، يعني اتمنى ان فتوح يرجع. ونفس الكلام زي ما هو مكمل شحاته في حته الباك رايت يأديها بشكل كويس، لما عمر يرجع ان شاء الله يبقى ايه موجود في نص الملعب. اعتقد ان هو في نص الملعب هيبقى هنستفاد منه اكتر واكتر.